هذا لو تشوفون نسوي الاسكان بالار 2 ار 1 عفوا. شوف حصان جدا قوي، بس نحاول ان نصيده. نهدين هدين، دوس المربع بالاول. السلام عليكم، شلونكم؟ شلون ان شاء الله بخير. وياكم ابراهيم من قناه باورز جيمز، ورجعت لكم فيديو جديد عن لعبه ريد ديد ريدمشن 2. وراح نحاول ان نلقى الحصان العربي النادر. طبعا هو هذا نحصله بهاي المنطقه، هو اسرع حصان ومن اقوى الاحصان هو حصان العربي هنا بهاي المنطقه. شوف خليها بعد لكم هاي المنطقه تقريبا، يعني نحاول ندور عليه بالله نشوف وينه. نشوفه، بس لازم تاخذ احتياطاتك، مثلا تلبس ملابس الارثر مال الشتويه حتى ما يبرد، يعني اذا برد راح يصير عندك مشكله، يعني كل ساعه يعني راح دمه ينقص. سوف نحاول ندور عليه. هو صعب ايجاده يعني صراحه، بس نحاول. ويعني يا شباب مو شرط هنا بالضبط، يعني ممكن تلقاه هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، باي مكان، بس احنا راح نحاول ندوره ونعثر عليه. حصان جدا قوي اذا لقيته، يعني الان ماكو. نحاول بلكك الحصان منزعج شوية، او لا خلنا ننزل بالغلط. الحصان منزعج، يمكن ما تلام هاي الاجواء. نحاول ان نعثر عليه. بس لا ما حصله. حاول نشوفها بالمنظار بلكت يعني نحصله. رحنا وصلنا، رحنا وصلنا. وين ألقى هذا الحصان؟ وهم شبه مستحيل يعني. إذا صارت عاصفة حتى يعني ما جاي نشوف. أوه شنو هو؟ أوه أعتقد ليجندر، نحاول بالله نصيده بطريقنا. إيه نحاول نصيده، هذا نادر.
أفضل شيء لاصطياد الحيوانات تستخدم القوس. أوه حتى ما يتأثر. قد ما قوي. أكتنا. استخدم القوس حتى ما يتضرر اللحم يعني الجلد. يكون سعره زين مرتب. بس خلنا نسلخ الجلد. لما نخلي شوية يدفى الحصان خليه عليه. هاي الخاصية ايضا ندفع. اوه هذا يمكن هذا يا شباب. اي هو لا راح والله. هو وين راح؟ هذا خلينا ننشر عليه بالاول. ذاك شو ذاك؟ يلا يا ارثر روح. هذا حصان عربي ما يصير. لازم ناخذه. وين راح هذا؟ يا شباب اذا تيهتوا اثر الحصان تستخدمون ال 3 حتى تعرفون وين مكانه بالضبط. شوف بس راح نروح عنه عن طريق اثار اقدامه. حصله بالكت هذا. لو تشوفون نسوي الاسكان بال R2 R1 عفوا. شوف حصان جدا قوي. بس نحاول ان نصيده. هدين دوس لمربع بالاول. نهدي كل ما ينزل هذا البيرك اللي جوا يعني. اها ها ها على كيف على كيف على كيف على كيف. عدالي شوية نحذر. حاول تهديش قد ما تقدر. مربع بالضغط عليه. هسه الان نمتطي. يلا حاول تروح يمنى يسرى. تحاول تروح يمنى يسرى وتهدي. لا 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 بالقوم هديتك اني شلون هسه. وين الاثار راحت؟ في منه؟ اختفت الاثار. ذاك لنا شوية هادئين. المرة إن شاء الله الأخيرة نقدر نصيده. Easy now.
this okay? Stay calm. Oh! Crest. Barney. نوف القبعة أهم شيء الحصان. آرثر شوية جاع. كل شوي نوكله. تعب أصلاً. رجع قصيدة. راح. يا ثاره هذاك easy yeah let's try that again now easy لازم تنتبهون على الخط كل ما ينزل وقف ودوس المربع شوف اوكي وي هدي 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 على كيف على كيف نركب يلا تربنا اكثر يا الله بالضغط اتجاه لي جوا الى ار 3 يلا 3 عفوا ودوس المربع مربع حتى يهدأ حتى يهدأ مربع 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 وتهدي يلا 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 اوه اخيرا المهمة المستحيلة نجحت صار حصان له بس حاول ايضا ان تهدي بالضغط يلا 3 يلا 3 حتى يهدأ ممكن ينهزم وحصان العربي الاصيل البلخ نشوف ننزل صار حصاني بس بالاول خلنا نطفه شوف شوف بقى كمية التفاصيل البيج كانت حلوة شوف الطاقة مالتي يا شباب شوفوا يعني سبيد يعني شديد منها اكثر من هذا بس نخلي له سرج ونعدله ان شاء الله ونوكلهم بس نودي للحظيره حتى نحط له السرج ونعدل عليه ونضبطه واللي ياخذ الحصان يجي هنا لهاي الحظيره حتى تعدله وتخلي له السرج ايضا حظيره هاي الحظيره هاي الحظيره مالتك تعدله وترتبه مثلا تقص شعرك شو تسوي له ويصير حصانك بعد اساسي وداري اكثر شيء هذا حصان الحصان عفوا نادر جدا شباب وصلنا الى نهاية الفيديو واخيرا بعد طول الانتظار لقيت الحصان العربي النادر اللي يحب ياخذه خلي هو يلقاه بهاي المنطقة يعني ندور عليه منا تحاول منا تدور عليه ايضا بالثلج منا تدور هنا ان شاء الله تلقاه ومثل تتبع الخطوات اها اها آه على كيفك على كيفك على كيف صار ليفل واحد هسه هذا مالتي حصان صار ليفل واحد تتبع الخطوات بالاول دوس L2 بعدين تظل ضاغط مربع يعني تدوس لمربع توقف وتدوس لمربع بعدين تمشي شويه وتوقف وتدوس لمربع حد ما تهدي تم تطيل الحصان تدوس لمثلث وتظل ضاغط L3 اتجاه يعني سهم لي جوه هذا L3 يظل سهم لي جوه تظل ضاغط مربع لحد ما يعني تقدر تروضه هي الطريقه المثاليه حتى يصير حصان اليك وبالعافيه عليه ياخذه كان معاكم ابراهيم من قناه باور جيمز لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في امان الله